الله، انا شايف ريحه حلوه. تعال اما ما نشوف ايه الريحه دي. تعال الريحه دي يا ماما بتعملي ايه؟ عامله لكم كشري. ايه ده؟ الله، كشري دي تقليه صح؟ اه اللي هي البصل، بصل ودي الشطه صح؟ حمر بس واحنا بنحمر. ايه ده انت؟ ايه ده؟ خلينا في البصل. ماشي. قبل ما نحمره بنلفه في النشا وفي الدقيق وفي الملح. ليه النشا؟ عشان ما تحرقش، علشان خاطر يدي طعم مقرمش زي بتاع الراجل بتاع الكشري. ماشي. والدقيق بيديله طبقه والملح بيطعمه. ودي الصلصه، بنبشر البصل ونحمره وننزل عليه الصلصه والتوابل طبعا. وده الحمص بيتسلق ويتصفى. ودي المكرونه الرفيعه مع المكرونه الاسباجيتي بيتسلقوا ويتصفوا، وقبل ما ننزلهم في الميه بنكون حاطين حبه خل وحبه زيت عشان ما يلزقش في بعضه. ودوت الرز والعدس الجبه برده نفس النظام، بيتسلقوا معاهم خل وزيت عشان ما يلزقش، يتعجن ونصفيه. بابا بيقول هو عامل الشطه ونحط حبه صلصه ونحط عليها حبه شطه حمراء حراقه اسواني، ونحط التوابل اللي هي الكمون والكزبره والفلفل الاسود والملح، وحبه خل وبصاط عشان يديله مزازه، وحبه زيت عشان تبقى شطه زيت ايه حراقه. وهبقى اوريه لكم تاني لما هبقى اوريه لك تاني بقى ما نخلصه خالص ونغرفه. ماشي. وبابا يا جماعه بيقول ان هو عامل لنا مفاجاه على العدس، قصدي على الكشري. وده يا جماعه كده الكشري. وبابا بيقول ان احنا هو عامل لنا مفاجاه عليه وانا مش عارفها. انا عارف ان كشري كشري ما بتعملش عليه مفاجاه، بس احنا هنشوف ايه المفاجاه دي. المكرونه ودوت الرز ودوت الحمص وديت الصلصه وديت الشطه ودوت البصل. المكرونه لما سلقتها ويا الميه بتغلي حطيت فيها ايه؟ حبه خل وحبه زيت. ليه؟ عشان المكرونه ما تعجنش. ماشي؟ طبيعي لما بتبرد بتمسك شويه. نفكها ازاي وتلمع يبقى عامله زي مكرونه انسجام؟ بنحمر البصل هنا بالنشا وديها عشان يبقى محمش، وعليه حبه ملح يديله طعم. خلصنا تحمير، ده الزيت اللي اتبقى اهو. تمام. الاكله الجميله. إيه؟ بنصفيه كده على الايه؟ الاكل. ليه؟ عشان هتفهم دلوقتي لما تتقلب. والزيت سخن قبل ما يبرد. اه. هيفك المكرونه وهيديها اللمعه بتاعت مكرونه انسجام. المكرونه كده لو بدت على البوتاجاز عندك ما تلاقيش مكرونيه لازقه في الثانيه. اه خلي بالك، خلي بالك دي اسرار ام سمسم دي. وهتلاقيها بتلمع. يوعى الكشري. محتاج تسخنها، انت اخرك تسخن الصلصه وتحطها. مش عارف ازاي هاكل كشري من غير شطه. انت طبعا عارف الايه؟ شفت المكرونه اللي من شويه ورا كده كانت عامله ازاي؟ اه كانت معجنه شويه مش قوي، لان لو معجنه قوي وما حطيناش الخل الخل والزيت هتلاقي المكرونه الاسباجيتي لما تنزل تقفش بعضيها، تلاقي كل حبه ماسكين في بعض ربطه كده. هي مش لازقه قوي بس عشان بتنزل شويه عشان بتبرد وعايزين نشويات نفكها بالايه؟ بص بقى بقت عامله ازاي؟ بص المكرونه بقت بالواحد. لا وبتلمع الواحده، واخد بالك؟ بص اللمعة عارفه يا لمعة. ما تلزقش تاني لو قعدت كده، ما تلزقش تاني في بعضها ابدا. توريني هنا كده وهي بتلمع، يعني انا ماليش نفسي اشوف زيكم. ايوه تسلم الايادي. خلاص قلبناها كويس. ايه لك كشري ده؟ خلاص كده يترمي في الزباله. قشطه. ودلوقتي جهز الكشري وهنبدا مع المتسابقين ونشوف مين هيقدر يكسب. تابعونا. عايز منك طلب صغير؟ لا، حطي الطبق، حطي الطبق هنا. معلش حطي الطبق هنا ولا اقول لك؟ انا رايح وراكي. يلا انا رايح وراكي. يلا عشان لو حاجه وقعت من الرز تقع في الصينيه. ايوه نحط مغرفه رز. بس
الشطه دي بقى اختياري عشان ما هي عاملاها شطه زيت مولعه مش هجبر حد عليها. لا بس هتورينا برضو طريقه الشطه الزيت الغريبه بتاعتك والشطات الباقيه البويع اللي انتم بتقولوا عليها. تليش حمص اه حنبوزه طبق ومن غير حمص. الشطه الزيت مش عايز التالت بقى بيعملوه من غير حمى. التالت من غير حمى في يوسف ماشي في المتسابق جو يورينا هيعمل ايه في الطبق. يا رب يعرف يخلص الاول علقتك يا ابني ويبقى هو كسبان. الشطه الزيت اه بعد ما بعمل الصلصه خلاص بقى بعد ما بعمل الصلصه اللي ببشر لها بصل بحمره وفي ناس بتضرب الطماطم بس كده. انا ضربت الطماطم مع قرنين فلفل رومي بيدوا له طعم مع الصلصه قرنين فلفل رومي. مش عايز لا لا الخبره زايده في الكشك. لا 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 يا ماما مش عايز حمص. انت كمان مش عايز حمص؟ خلاص ادي الطبق ده لخالك يا حبيبي ايه المشكله يعني؟ مش مكتره الحمص يوسف مش عارف انا في ايه. هو مش مكتره لك الحمص يوسف كمان الحمص ده مفيد خلي بالك. انا بحب اكله كده مع لا وممكن يبقى جوه وممكن يبقى جوه الكشري بيبقى طعمه ألذ. خلي بالك كمان مفيد مش طعمه ألذ وبس. مش عايز ستهم كمان تقليه؟ ستهم ولا ايه تقليه؟ مش عايز تقليه؟ بعد ما حمرت البصله المبشوره في ال حطيت لها الطماطم بالفلفل أيوة. الصلصه يا عيني على الصلصه حطيت لها توابل كمون وكزبره وفلفل اسود وملح وحبه بابريكا عشان تديها لون احمر وطعم. تسلم ايدك يا ام سمسم. ودلوقتي بقى ننتقل للمسابقه. تنازلي للمسابقه ما بين سمسم وجو حنبوزو. حد عايز يزود صلصه؟ ولا عايز ملح؟ ماشي 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 لما تخلصوا تجهزوا ريدي ستيدي جو. اما خد قلبه لي عشان مش عارف اقلبه كويس. الابطال دلوقتي في مرحله التجهيز واول ما نبدا مرحله البدايه هنتكلم دلوقتي ونقول ريدي ستيدي جو. بس ده لما نقول على كمون كزبرة فلفل اسود ملح بسيط تمام على حبة زيت اوعى يا زيت كل ده يغلي في قلب بعضه يبقى شطة زيت. يبقى عايزة ايه تاني زودي؟ كنبت يغلي في صلصة بعض الزيت. خد يا ماما عمال نحس عشان نزود قوي بقى. انا جعان. حد عايز حمص؟ لا قلت لك ايه؟ كده كده في حاجات اجباري المكرونه لا والرز كله
كل دي اجباري. انا جاهز للتحدي. لا يلا يا رجاله هتبداوا؟ لسه انا ما قلتش. انا مخلص بقى. بص مش ما كده كده اطباقوا هتخلصوها هتخلصوها. ريدي؟ ريدي؟ لسه انا ما قلتش جو. ريدي؟ ستيدي؟ ستيدي؟ تاكل ليه؟ على فكره كده هخرجك بره المسابقه. هو بيقلب وما كانش حاجه مبقه فاضي اهو. خلاص جاهزين؟ ريدي ستيدي جو. براحه براحه. مفيش بالراحه، اللي خلص طبقه الاول هياخد جايزه. طعمه فاحش. ما هي التشكيل انت عايز تزود، عايز تزود حاجه حواليك وحشه. كشري بالذات مفيش حاجه. خلاص احنا بدأنا. بقول لك ايه براحتك حلوه. انت عايز كده كده تكسب. شوف مين اللي هيكسب فيهم. لا قبل الاكل عم نقول ايه ستيدي جو دلوقتي. عايز يو لايك اللي انت عايز اعمله بقى. انا بقفل ازازه قدامك دي. ايوه العله الطويله دي. يا ترى مين الفايز الثاني؟
قبل ما تكسب وما طبقك يخلص عشان تفهم جايزه ثانيه. يا ترى لسه التحدي قايم ما بين جو وحمبوزو. سمير كسب يا جماعه وخلص طبقه وهنشوف مين فيهم. اوعى بقى عشان غيرك شغال لسه. ونشوف ونشوف ايه؟ جايز حاضر. طب يخلصوا. طيب يا عم انت مستعجل على ايه؟ جاي يجي. الفائز الثاني يوسف لجائزة أكل الكشري الأول. كده وحمبوز انسحب؟ وحمبوز انسحب. وكده هنجهز الجوائز ونسلمها لهم. طب ما تعملوا دلوقتي مع المسابقة الثانية لحمبوزو عشان يبقى من الكسبانين ننفذ الحكم الثاني. وهيعمل إيه؟ هيعمل إيه يوسف؟ هننزل 5-10 فروع اللوز. 5 بس 10 فروع. 5 فروع لوز. يلا حمبوزو وريني فروع لوز بتاع شكله ايه. لا 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 يا حبيبي مش كده. ازاي؟ اقعد على رفسك كانك بتشخ يا حبيبي. نط اقعد على رجليك كده كانك بتشخ. ايوه يلا. 1-2-3-4-5 حمبوزو كسب في المسابقه الثانيه. وشكله كده هيشترك معاهم في باقي التحديات. الحكم الثالث ابو الحنابيز. شغال. ودلوقتي الحكم الثالث لمين؟ مين عليه الدور؟ سمير؟ لا بقول لنا يا سمير عايز يعمل ايه دلوقتي؟ يلا قرب وحط بوزك في الكاميرا واتكلم. هيروح ويرجع ما بين 10 مرات. حاضر. ودلوقتي الطلب الثالث، الحكم الثالث لسمير، صح؟ دلوقتي قول لنا يا سمير عايزه يعمل ايه؟ الحكم بتاعي عايزه يروح ويجي ما بين 10 مرات. حمبوزو ابدا. 3-2-1 يلا. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 كده حمبوزو عمل المسابقة التالتة. الحكم الرابع. الحكم الرابع. خمسة ضغط. طب ما تعملها؟ اعملها. اعملها انت 3 وانا هخليها من 5. انا مش هعرف اعملها اساسا ما بعملهاش. بايد ولا برجلي؟ خليها برجلي. انت قلت بايد. ما تلفش بقى وترجع عيط. معلش عشان اوقف. اعمل اللي هو يعمله طبعا. يا عم جات لي. يا عم جات لي. قوم يا عم جات لي. هعرف اعملها بالرجل. معلش عشان انا والله اتلخبطت. معلش هي مش بالرجل. قوم يا عم جات لي. وطبعا هعملها برجل. اي حاجه سهله. ايش الاحكام الاوفر دي يعني يا جدعان؟ طب انت ناقص تقولي نعلقها على الحيطه وكده. 5 مرات مثلا. شحن شحن كده 5 مرات. يلا بس لازم نعد. يلا. لا انت هنا. يعني دلوقتي الحكم الثالث ايه يا يوسف؟ هو الرابع. لا عادي عادي. الرابع. الرابع تمام؟ الرابع هو يفضل يعمل كده ويتشرف. كم مرة؟ هتعرف تعملها يا حمبوزو؟ حاجة سهلة أوي. ابدأ يا حمبوزو. طب عبارة عن طلعة مكعسر ولا بلح؟ واحد 2-3-4-5
الكويست الخامس. التحدي الخامس الكويست ده يا جماعه نجح. ودلوقتي معانا اخ سمير الحكم اللي بعده. عايزك تعمل ايه بقى؟ لا عايزك تضحك كده 20 مره. لا نفس القصه بس 20 مره. لا ما كررش طلب 10. ما كررش طلب. الطلب الاخير ليوسف هتطلب ايه؟ انا برضه بقى لي واحد اخر زي سيبوني افكر وانا برضه اقعد افكر ومهما حصل. طب اديله كويست حلو يا ابني، اديله كويست حلو يدلعك يا حموزه. هتجيب الكرسي تحطه هنا قدام الكاميرا وتقعد على الكرسي وتقوم تلف حواليه وتقعد وتلف حواليه. حاولين الكرسي ويرجع تاني وقت. هات الكرسي يا ابني. لا لا انا هقول حاجه، انا مش عارف. جيب الكرسي ويفضل يلف وانا لا اقول له اغنيه او اي اقول اي حاجه او الناس كل لو ما قعدش على الكرسي يبقى خلاص. ويعيد التحدي تاني. طب ارجع شويه بالكرسي. ويعيد التحدي تاني اديله ايديه. طب هتقول له ايه؟ انت كنت بتقول ايه في بتاع الفيلم ارجع لورا عند الباب؟ كنت بتقولوا ايه للست اللي هي الوفائيه؟ لا اللي لما بيقف الموسيقى بيقتلوهم. يلا دلوقتي هيلعبوك، دلوقتي هيلعبوك يوسف. دلوقتي اختار اسمها ايه بيقولوا عليها ايه؟ الحكم من الاحكام القويه وهيقول لنا دلوقتي عليه. الحكم يا جماعه ان انا اقول جرين لايت، جرين لايت يعني لو ما قعدش على الكرسي اول ما تقول جرين لايت يبقى كده خلاص. ولو اللي يخسر ليه حكم تاني. طيب احنا موافقين وعايزين نشوف ال ده الحكم كده نرجع كيف. اوكي انا عايزين الفقره. يوسف موافق؟ جرين لايت يعني اقعد. اللعبه دي زي ثبت صنم، ساعة ما يقول لك جرين لايف اقعد على الكرسي. جرين لايت لا يا عم جرب جرب يلا. جرين لايت لف، ريد لايت يلا قوم لف بقى، قوم لف يلا. جرين لايت خلصنا يا ابو دماغ بقرة. لف 10 مرات ماشي. الواد ما بيفهمش اصلا، كان يفهم. 5 6 7 8 9 ده بعدين 3 في اللفة. 10 لا ده انت بتعدي 3 في اللفة. لا واحد. والحكم ده عشان رايح الدور انا بحكم بكم فيه عشان نقصر. بص يا حاج انت واقف اهو اقعد. مش دي كده انت قعدت؟ لف حوالين الكرسي. ثلاثة
وبكده انت اتسابقت على خزم هما التلاته وتابعونا علشان توزيع الجوائز. لسه في توزيع جوائز؟ ما انتوا كده التلاته كسبانين، يعني انتوا التلاته كده هتاخدوا جوائز. عشان خسر ايه؟ نروق عليه. ما احنا قلنا اللي يخسر التالت بعد كده يبقى عليه احكام ويبقى برضه يتعامل معامله الفايز. وانتوا الثلاثة فايزين. كملوا معانا عشان تشوفوا الجوائز. بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة حفل التكريم لمتسابق الكشري. ومعانا الفايز الأول زي الفايز الثاني زي الفايز الثالث. أيوة. يعني كله زي بعض. لأن الأول كان سمير والثاني كان جو. والتالت كان خسران وعملنا عليه احكام منفذه اظن انتوا شفتوها وقلنا ان هو هيكسب. طبعا كل ده ومفيش متسابقين قدامنا على الشاشه خالص فمضطرين ان احنا نستدعي اول جثه. سمير سمسم مرحبا. انت الفايز بالجائزه الاولى في اكل الكشري. ايوه فعلا الكشري بالشطه والحمص والتقليه والدقه السحريه. تقدر تقول لي احسن حاجه في الكشري كانت ايه؟ احسن حاجه كانت في الكشري هو كله على بعضه حلو. كله حلو. احنا بنحييك وبنتمنى لك التقدم في كل الاكلات اللي جايه. خد هديه كل. الله. قول لنا طعم المفاجاه طعم الجائزه بتاعتك ايه؟ تقدر تنصرف عشان ننادي على المتسابق التاني. سلام. ودلوقتي معانا المتسابق التاني كسبان من المستوى التاني كان المفروض يتحط عليه احكام من المتسابق الاول بس انا عديتها وهنكررها تاني. المتسابق التاني جو. أنت على الكرسي التاني نروح على الكرسي بتاع الاحتفال. ودلوقتي عايزين نعرف رأيك إيه في الكشري اللي تم عليه المسابقة ولا كنت بتظبط وخلاص؟ بصراحة الحمد لله من كله بس برضه في نفس الوقت كنت بظبط. بنحييك على الصراحة بتاعتك وعشان أنت ظليت كبير تقدر تاخد جايزتك. شكرا بصراحة. دوق جايزتك وقول لي عاملة إيه؟ جو. اتفضل. ومعانا المتسابق الثالث الخسران اللي تعدى كل التحديات ولعب ضغط ولعب في مناخيره ولعب عنكب شد ويركب ومشي على الحيطه وروح وتعالى وما بين العمودين. والله هو تعب معانا بس احنا يعني لازم نقدر تعب. معانا المتسابق الثالث حمبوزو. حمبوزو حمبوزو. تقدر تقول لنا حمبوزو بروحك الجميل ده احنا بنحبك كلنا. ادخل على الشاشه كده بص يا عيني يا عيني. ايه اكتر حاجه مميزه كانت في الكشري؟ الكشري كله الصراحه وطعمه جميل قوي. يعني كنت واخد بالك منه ولا كنت بتظبط وخلاص؟ انا ما كنتش بظبط عشان كده خسرت. طيب عموما خد جايزتك زيهم يا حمبوزو. اتفضل. ممكن تدوق جايزتك وتقول لنا ايه رايك فيها؟ جميله لذيذه حقا. ايوه مبسوط. تقدر تبوس الشاشه وانت ماشي. وبكده انتهى الاحتفال معانا وما فاضلش حد تاني. وتقدروا يا جماعه تقولوا لهم ان المسابقه الجايه هتكون اقوى وانتوا هيكون مكسبكم اكبر ان شاء الله. يلا. ان شاء الله المره الجايه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. شكرا ليك يا عم يوسف.